عليكم طلاب قسم الهندسة الكيميائية جامعة العلوم والتكنولوجيا. رح نكون معكم بسلسلة تعريفية. هاي السلسلة رح تضم مجموعة فيديوهات. هاي الفيديوهات تحتوي على أشياء تعريفية بالقسم بتفيدنا. هلأ رح أحكي عن أول بارت، والأجزاء الثانية إن شاء الله بكل بارت حيكون في فيديو تعريفي زي هذا. هذا الفيديو مقدمة بس رح أحكي فيه عن الفكرة وهدفها وإيش رح تتضمن الفيديوهات القادمة. هلأ بداية هذا البارت رح يكون عن إتقان مهارة كتابة الريبورت التقرير. هلأ الريبورت بنكتبه باللابات. إحنا بقسم الهندسة الكيميائية معروف إنه هو من أكثر التخصصات الهندسية اللي فيه مختبرات اللابات، فعشان هيك بيحتاج الطالب يكون بيعرف كيف يكتب ريبورت. هلأ الهدف أو الفكرة أجت من إنه لابات القسم تختلف اختلاف كلي عن لابات العلوم والآداب اللي بياخدها الطالب قبل ما يبدأ بالتخصص، اللي هي الكيمياء الفيزياء وهاي اللابات. طريقة كتابة الريبورت هناك بتختلف عن طريقة كتابة الريبورت بالقسم. فلقينا انه الطالب عنده فجوة او بينصدم لما يبدأ باول لاب، بيلاقي انه في كتير اشياء هو ما بيعرفها. فالهدف من هاي السلسلة او من هاي الفيديوهات التعريفية انه الطالب ما يخفف او نخفف الفجوة اللي بتصير بين الطالب والمختبر او آلية كتابة الريبورت، لحتى يكون عنده فكرة بس ايش رح يعمل، كيف يكتب تقرير، يعني يتجاوز مراحل نقصان العلامات وانه ياخذ وقت كتير ليتعلم بيكون خلص اللاب. فهذا الفيديو هيك هدفه. رح أبدأ بإنترودكشن بسيطة بس الريبورت. ليه إحنا بنكتب ريبورت أو شو الهدف من كتابة الريبورت؟ الريبورت هو أداة تواصل أو أداة وصل بين الحدا اللي اشتغل باللاب والحدا اللي رح يقرأ الريبورت. الحدا اللي ما اشتغل هو بس بجرد رح يقرأ هذا الريبورت، المفروض يكون فهم إيش أنا عملت باللاب. هلأ أنت كمهندس ممكن تكون الحدا اللي بيكتب الريبورت، ممكن تكون الحدا اللي بيقرأ هذا الريبورت. فأنا مهم جدا أعرف كل تفصيلة بالريبورت إيش معناها وكيف أكتبه عشان أعرف أقرأ هذا الريبورت. فبداية إحنا بالقسم نحتاج نكتب ريبورت. طبعا هلأ الهدف هو علامات، فإحنا عشان نتقن هاي المهارة بداية عشان أحصل علامة باللابات وما أخسر علامات على أشياء ممكن تكون أنا لو عرفتها كان جبتها، زائد إنه أنا لازم أتقن هاي المهارة لأنها حتفيدني جدا. أنا كمهندس لازم أعرف أكتب تقرير بطريقة صحيحة وسليمة. طيب هلأ حكينا إنه الريبورت هو أداة وصل. هي الفكرة انه انا بشتغل باللاب 3 ساعات مثلا، باجي بلخص اللي اشتغلته بأكم من ورقة. هدول الأكم من ورقة لما حدا يقرأهم او القارئ لازم يفهم انا شو عملت بالضبط. الريزلت اهم النتائج اللي طلعت معي، لازم يفهم ايش اللي صار بالضبط بدون ما يدخل على اللاب. فهذا هو الريبورت. هلأ مكونات الريبورت رح نبدأ نحكي عنها بالتفصيل بالفيديوهات القادمة. بداية الكفر بيج، الابستراكت، الانترودكشن، الثيوري، الابارتس والبروسيجر، الريزلتس، الديسكشن، الكونكلوجن، الريكومنديشن، الريفرنس، الابنتسيز والأورجانيزيشن. هاي كلها مكونات للريبورت. هلأ كل مكون منها أنا رح أشرح عنه بالتفصيل بفيديوهات قادمة. هلأ خلينا نحكي عن اللابات اللي موجودة بالقسم بس هيك overview للموضوع، إنه الطالب يكون بباله أو يعني ما أخذ فكرة عن اللابات اللي بالقسم. عندنا 6 لابات بالقسم. بداية بتبدأ بلاب الفلويد. لاب الفلويد بيطلب مني اللي هو مختبر ميكانيكا الموائع، بيطلب هذا اللاب أكون ماخدة ميكانيكا الموائع اللي هي الفلويد ومشاغل هندسية. هلأ آلية الشغل باللابات 3 ساعات، يعني بقعد باللاب 3 ساعات ومجموعات. عدد ساعات اللاب 1 بالجدول، يعني هو بينحسب بس ساعة. عدد التجارب 8، حيكون تقسيمهم مثلا 4 ميد و4 فاينل. بيفرق مثلا الميد ممكن يكون امتحان ممكن يكون برزنتيشن، هذا بيعتمد على الدكتور اللي بيعطي اللاب. كل لاب بالقسم عندنا لازم يكون معتمد على مادة، فأنا باخد المادة باخد الفلويد، بعدها باخذ اللاب عشان اللاب هو تطبيق عملي لكل شيء اخذته بهاي الماده. فهو هاي الاليه، كل جروب بيشتغل كل اسبوع بتجربه. لاب الهيت مختبر انتقال الحراره والماده، بيتطلب مختبر ميكانيكا الموائع لازم اكون ماخذ هذا اللاب عشان اخذ هذا اللاب. بيتطلب انتقال الماده اللي هي الماس، ماده الماس. عدد ساعاته برضو 1 وعدد التجارب 8 واليه العمل برضو جروبس كله مجموعات. هلا كل لابات القسم ساعه كل عدد التجارب تقريبا من 8 إلى 9 تجارب بس كل أسبوع تجربة، و4 ميد 4 فاينل.
آلية العمل برضو كلها جروب، كل أسبوع في يعني الجروب بياخد تجربة جديدة. اليونت لاب اليونت اللي هو مختبر عمليات الوحدة، بيتطلب مني أخذ سيبريشن يونت أكيد، لأنه هو أصلا يعني هو تطبيق عملي لليونت، ومختبر انتقال الحرارة والمادة اللي هو الهيت لاب. هلأ مختبر الأسبن لاب هو اللاب الوحيد اللي بيفرق، يعني انه طريقة الشغل فيه بتفرق عن اللابات التانية. بالاسبن لاب ما عنا في ريبورتات، هو بيكون بس كويزز. هي اصلا الاسبن برمجية، هو اصلا مختبر تطبيقات الحاسوب، فهي برمجية. ببداية كل لاب بيكون في كويز، هذا الكويز يعني بحدود 10-15 علامة فقط. آلية العمل هون فردي، كل طالب حيكون على جهاز بيشتغل عليه. هلأ بيتطلب أكون ماخذة رسم هندسي، لأنه هو نفس الفكرة أصلا، برنامج وتصميم معدات، لأنه هو أصلا هذا الأسبن سيميوليشن محاكاة، فأنا بشتغل على البرمجية. هلأ اللابات الثانية ضل اثنين، اللي هو لاب البروسيس ولاب الكنترول. لاب البروسيس برضو نفس الشيء، بيطلب مني أكون ماخذة هندسة تفاعلات كيميائية 2 اللي هي الرياكشن، عدد ساعات 1، وآلية العمل مجموعات، بنقعد باللاب 3 ساعات، وكل أسبوع بناخد تجربة، اللي هو نفسه مختبر العمليات الكيميائية. الكنترول لاب نفس الشيء، مختبر التحكم في العمليات الصناعية، بيطلب مني أكون ماخذة مادة الكنترول ديناميكا العمليات والتحكم، وعدد الساعات حتكون ساعة، آلية العمل برضو مجموعات. هلأ في شغلة بس، اللابات بتطلب مني كل أسبوع أسلم تجربة، تمام؟ فهلأ إحنا حيكون سلسلة الفيديوهات رح تحكي عن كيف أكتب الريبورت، رح نحكي عن الانترودكشن، هذا هو كيف أكتب ريبورت، أو رح أفصل كل جزئية بالريبورت كيف نكتبها، كيف أبدأ أفكر بكتابة ريبورت، إنه أنا أوكي بعرف أكتب ريبورت، بس كيف أبدأ، لأنه في طلاب بتواجه صعوبة بهذا الموضوع، وأخطاء شائعة لدى الطلبة، الطلاب بتغلط بكتير شغلات. جمعنا هاي المعلومات من TAs ساعدونا بالموضوع، اللي بيصلحوا الريبورتات واللي بيعطوا اللابات، فإحنا بدنا نقدم لكم إياها عشان نتلافى هاي الأخطاء ونحاول نقلل منها، لنحصل على علامة 1 و2 عشان نتقن هاي المهارة. يعطيكم العافية.